الويكي سوزي. اوكي مع الاعلامي والصحفي الفاتنه ولا يعقوب يعني. واو ولا كيفك؟ فاتنه. اوكي فاتن فاتن جنبنا. كل شيء في الاب سمعتهم هي فاتنه كمان لانه فيري كريتيف. اي لقب بحب يعيطوا لك مثلا اذا بدك لقب؟ ما بحب الالقاب. بولا. بولا. كنا نحكي قبل عن الافلام اللي عم تنمنع. اوكي انت مع الرقابه اللي عم تصير بالمؤسسات الدينيه على الافلام؟ رقابه مسخره اليوم، خاصه صرنا 2017 شو عم بيراقبوا؟ عم بيمنعوا فيه المسموح بمصر؟ عم بيفكروا اذا بيمنعوه او بيسمحوه بلبنان؟ انا بدي اقول للواء عباس ابراهيم اللي طالع طلعه كثير حلوه، اوعى تقبل تكون مقص. بالعكس كون اللي عم بيقطعوا لرجال الدين وعم بيستنسبوا، كله عم بيستنسب. انه انه هذا بيمشي معكم ولا لا؟ حتى رجال الدين اليوم حاطيننا بتخلف مش طبيعي. طلع ببوب فرانسيس وين صار بابا روما اليوم اللي هو رئيس هؤلاء، خاصة المجلس الكاثوليكي للإعلام. تاكل شيء على البوب؟ لحظة لا طلع وين صار بحكيه بخطاب وخلي الناس تشوف رأس الخطاب بمجلس الإعلام هون رأس الكنيسة الكاثوليكية، شوف توجهاته وشوف نحن قد ايه بعاد عنه. يعني إذا حدا بيبعت على الفاتيكان شوية قرارات شوية أفكار أو شوية تصاريح بيطلعوا فيهم مثل أولاد المجوزين مدني ما بدنا نعمدهم مثلا مثلا، هلأ بتراجعوا عنا لأن بيعرفوا قدي الفاتيكان بموقع آخر. ما في رئيسك يكون متقدم هالقد وأنت هالقد متخلف لأنك بدك تسيطر لك على كم 100,000 مسيحي بالعالم الثالث. نحن مش مع أنه أوكي ينهان دين، يعني بتعرفي أنا مثل كأنه أنا إذا بعرف هذا البودي رح ينهان إذا 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 ضربت له التمثال تبعه أو كسرت له إياه، هذا إهانة لدينه، فلابد أنه أنا لازم أحترمه. فإهانة الدين أوكي مش مع، بس هل أنه ليه الحكم؟ مين اللي عم يحكم؟ يعني مين اللي عم بيقرر؟ مين اللي عم بيقرر؟ هيدا اللي بدنا نحكي اليوم. اكيد انه بفيلم مولانا ما في اهانه، هيدا شيء اكيد حسب كل الريفيوز اللي قريناهم انا وياك. ايه. بالعكس فيلم بيدعي للتقارب والوحده والتسامح وبالضبط عم بيطرح راي. ايه. يعني بفيلم طرح على تنجي كمان هذا هو اللي بيخوف. ايه. بفيلم اسمعي كمان في حاطين لطخه سوداء انا رايي هذا اساءه او اهانه اكبر. صحيح بس ذكيه كثير من بالضبط لانه ما بدك تبين. اي بس إذا السؤال هو على فكرة الرقابة، الأفكار اليوم لازم تكون موجودة لتنطرح. طب هلا هلا شو عم بحكي سياسة أنا؟ هلا شو حيصير؟ بيعطل فيلي أختي. أوكي هلا شو حيصير هلا؟ حتصير إذا قلت له تمام بلاي ورالف. هلا لأقول لك شغلة، عم بدرس خياراتي. أوكي لأنه عم يحكي بعد ما أخذت ولا قرار على الجديد. مزبوط بعد أوكي. ما أخذت ولا قرار. ليه بتترك الفوتشو؟ أول ما يصير عندي قرار جديد رح بلغ فاطمة عبد الله أول شيء وعدتها. اول وحده فاطمه قلت لها لما اخذ قرار نهائي. يعني انت بجي عليك تترك الفيوتشر؟ ليه بدك تترك الفيوتشر؟ انا كنت بدي اترك من وقت ما فتحت الام تي في اول مره، عمل مؤتمر صحفي استاذ ميشيل مر قال بولا جاي على الام تي في، لانه كنت قلت له اني جاي وما قدرت اروح وقتها. ليه؟ طلب مني رئيس الحريري اني ابقى وبقيت بمحل معين. طلب منك رجع رئيس الحريري؟ شوف ممكن كمان ارجع اقول له في انتخابات اقول له قل له تكرم عيونك قل له لعيونك بس هلا في انتخابات ولا لا؟ بتعجبني شعارات سياسيه. ايه شوي كليشيه صارت بعرف بس ولا متعرف بس هلا بخعتني تلفزيون بالبخع. اذا انت هلا اوكي بدك تروح على الجديد. ايه اوكي ليه بدك تترك الفيوتشر؟ انت ليه مقهور لان فليت من جديد؟ لا انت اكثر شيء اصلا محظوره من الفيوتشر. هلا عم اقول لك ايه يعني انه شو بعد بيبقى للفيوتشر؟ يعني بيطلع هيك بالنكزه النهار الاربعاء بس لا مش هيك بيطلع كثير اشياء. الدنيا ما بتخلى وما في حدا الا ما بيتعبى محله احيانا بتجيب دم جديد. بتفكري تعملي شيء غير سياسي؟ بفكر اعمل شيء هيدا ما بعرف امتى بدي اعمله بس رح اعمل برنامج جن. برامج سياسية المعودين عليها هي عادة صوت السلطة. معقولة انت الإعلام جزء من منظومة السلطة بلبنان أكيد. وبس لما بطل في مصاري انقلب هذا الشيء وصار تقريبا صار في حرية أكثر. صار في حرية أكثر. المصريات عندي الحرية. إيه إنه خلص مش مستفيدين منكم بشيء وصارت هيدي إنه يلا حرية. لا بس انتبه بيعرفوا إنه إذا ما كانوا ضمن خطوط معينة بيراعوها في مشكلة إذا تفوت مع كل الطبقة السياسية بمشكل ولا تلفزيون اليوم بيحملها لأن بدك تضلك قادر تستمر وتكفي وكل واحد في سيف مسلط فوق راسه. فنحن بنقول له لبيير الظاهر إن شاء الله يعني الله يحمي راسه لأنه كله في سيف مسلط.
قصة الإعلام الحر بلبنان عم تدهور الأمور أكثر وأكثر، بتلحق قصة الرقابة بس عم تدهور لأنه قصص شخصية بالمعنى. أكيد لا لا شخصية. أنت مع أنه دائما العائلة هي تكون عندها مؤسسة إعلامية؟ أكيد لا أكيد لا، بس أوقات العائلة أشطف زوم من الحزب، من من المؤسسة الحزبية المسيسة 100%، مع أنه عم بقول لك حتى العائلة بقول لك جزء من منظومة الحكم، وهيدي على كل التلفزيونات اللي عندي عروض منها واللي ما عندي عروض منها. طيب شو رأيك أنه طالع الرئيس الحالي طالع على الأو تي في ب 14 باط؟ مزبوط. ليه مش طالع مثلا على الفيوتشر؟ ما بعرف صراحة. وهذيك المرة طلع كمان على الجديد. مزبوط. إزت استراتيجي مثلا؟ لا بقى أنا راح لهونيك بستضيفه ببقى. يعني خلاص راح لهونيك؟ أنه أول شيء قالوا سرقت على محطة تانية مش ما بعرف أيها بعد. طب هلا أنت عم تلعبيها هيك حتى يرجعوا كل إنه لا بولا خليكي. سلام طلع فيه. فيك عيونك. بصدق. إيه؟ بتعتقد عم كذب شي كلمة على الهواء؟ أول شيء بعلمهم بيجوا لعند ترينيز بقول لهم ممنوع نكذب. بس أنت كمان كثير ذكية يعني. لا لا ما خص انا بعدني عم بدرس عروضي يعني اذا حسمتها ورحت بس ليه ما بدي اقول انت صحفي غير كاليبر اوكي وين ما رحتي اكيد الكل حيتابعك سو بنتمنى لك ذا بيست اوف لك ان شاء الله تيجي على ال بي سي وان شاء الله كمان تروح على الجديد مش غلط بس نو وين ال بي سي برجع ال بي سي بكون رجعت كنت رجعتي انا من طلقت من ال بي سي كنت اي سي ان طلقتي اي سي ان اول شيء بس بعدين دغري كثير بسرعه ال بي سي دغري بعد سن المراهقه كنت هون يعني انطلقتي من ال بي سي وبنت الام تي في وعشيقه الفيوتشر ومش كله خمسه بعيونك